طور باحثون تشيك من المشفى الجامعي في مدينة برينو رحماً صناعياً يحاكي أفضل الظروف المتوفرة في الرحم الطبيعي، ويتمتع بمقدرة جيدة على اختيار أفضل الحيوانات المنوية لاستخدامها في إحداث الإخصاب الصناعي. وأشار الأستاذ الطبيب إيفو تسيرها في حديث لصحيفة ليدوفين نوفيني إلى أنه على سبيل المثال تمت مراعاة ما هو معروف طبياً من أن الحيوانات المنوية تجد البويضة حسب الارتفاع المسجل في درجات الحرارة، موضحاً أن درجة الحرارة تكون في بداية الرحم أقل بمقدار 1.6 درجة منها في المكان الذي تتواجد فيه البويضة. وأكد أن الأمر الحاسم في عملية الإخصاب هو الكثافة والتركيبة الكيماوية للسائل الموجود في الرحم والذي يوصل الحيوانات المنوية إلى هدفها. لذا تم تصميم أنبوب من الزجاج الشبكي مملوء بهلام له نفس خصائص السائل في الرحم. وأشار إلى أن سرعة الحيوانات المنوية المتوسطة هي نحو 3 ملم بالدقيقة، أما الأسرع منها فتمر بالرحم الصناعي خلال 10 دقائق، وهذه يتم استخدامها في تحقيق التلقيح الصناعي. وأضاف أن أكثر ما يؤثر سلبياً في الحيوانات المنوية لدى الرجال هو الالتهابات الجرثومية التي تحدث في أنسجة الخصيتين والبيروكسيدات التي تؤثر على سطح رؤوس الحيوانات المنوية ومقدرتها على إخصاب البويضة. وأوضح بأن البيروكسيدات تنشأ نتيجة للمواد الضارة التي تدخل الجسم من الوسط الملوث أو بسبب استخدام بعض الأدوية أو من خلال المواد الصبغية في الأطعمة. أما أكثر المواد انتشاراً والتي تسبب ضرراً للحيوانات المنوية فموجودة في دخان السجائر. الرحم الصناعي في الواقع هذا الخبر هو ملفت للنظر وللوهلة الأولى يظنه أن هناك رحم يعيش فيه طفل. هذا الرحم الصناعي هو عبارة عن حاضنة متطورة لحضن البويضات والنطاف في المراحل الأولى من التطور الجنيني. إذن هي عبارة عن حاضنة متطورة يمكن حضن النطاف والبيوض والوصول إلى بيوض ملقحة والوصول إلى مراحل مبكرة من التطور الجنيني الباكر، وبالتالي نقل هذه المضغ أو الأجنة في المراحل الباكرة إلى رحم الأم الأصلية. إذن هي والخبر الرحم الصناعي المقصود فيه وحاضنة متطورة تماثل الوسط الموجود برحم الأم من حيث درجة الحموضة، من حيث CO2، من حيث المواد الغذائية، الشوارد إلى آخره، تماثل رحم الأم وبالتالي تؤمن وسط مثال لتطور الجنيني الباكر. الحقيقي في الواقع هو نفس استطبابات تقريبا الإخصاب خارج الجسم، نفس الاستطباب تماما مع تجاوز بعض المشكلات الناجمة عن حضن النطاف والبيوض. يعني هنا نوفر ظروف مثالية أكثر عند بعض الحالات التي يحصل فيها توقف بالنمو خارج الجسم.